باب غزوة الرجيع والرعل وذكوان في رواية أيضا، باب غزوة مؤتة من أرض الشام فيه رواية. البخاري يقول عن عبد الله بن عمر قال أمر تأمير يعني تعيين، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة مؤتة زيد بن حارث، قال هذا أميركم، فقال رسول الله إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. الجزء الخامس من نفس صحيح البخاري هذا، صفحة 182، تعيين يعني عشرات المرات النبي عمليا كان يقول إنني لا أرضى، إنني لا أقبل. هذا مو كتاب مرسل، هذا كله صحيح البخاري راجعوه. النبي في كل مورد يقول أنا ما أرضى بنظام الشورى، أنا ما أقبل نظام الشورى. إذا النبي كان يريد نظام الشورى على الأقل في مكان واحد كان يقول أيها المسلمون تعالوا وانتخبوا واحد منكم في كل سرية، في كل بعثة، في كل غزوة، في كل موقع. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين في حياته وللمسلمين بعد وفاته أنا ما أرضى بنظام الشورى، أنا ما أقبل في الإمامة من بعده. ولكن يقولون لا، النبي صلى الله عليه وآله جاء بنظام الشورى، غير يدرب الأمة، غير يعلم الأمة، ألا يحتاج إلى تمرين؟ ألا يحتاج إلى تعليم؟ ألا يحتاج إلى ممارسة؟ أنتوا ابنكم عندما تعلموه على شيء تدربوه مرة ومرتين وتشرفون عليه، مو أنه تتركونه هكذا.